يا مساء الخير، ارحب بكل المشاهدين في حلقه جديده من برنامج بعد السادسه في يوم جديد من بدايه الاسبوع، يوم عمل، يوم نشاط ويوم حيويه، وخصوصا بعد عوده الحياه واعلان العمل الرسمي بنسبه 100%. واكيد امسي بالخير على زميلي عيد. مساء النور نورة، يا اهلا ومرحبا فيكم من خلال هذا البرنامج، ودائما نقول لكم حياكم الله من خلال هذه الاطلاله وبدايه اسبوع جديد، ورحب بجميع المشاهدين. الحلقه اليوم تحمل الكثير من المواضيع الجاده والمهمه التي ستنطلق بدايتها مع وكيل المساعد لقطاع البريد في وزاره المواصلات السيد خالد القصبه، والحديث عن تطوير قطاع البريد في رؤيه وزاره المواصلات المستقبليه. ايضا الحديث راح يكون مع نائب رئيس الجمعيه الكويتيه لتقنيه المعلومات السيد المهندس عادل العيدان، اللي تنظم مؤتمر التكامل المعياريه في التطبيقات الحكوميه تحت رعايه الدكتوره رنا الفارس وزير الاشغال العامه ووزير الدوله لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ايضا سيكون معنا بلديه محافظه حولي ورئيس قسم الازالات عايض القحطاني، والحديث ان شاء الله عن القضاء في استغلال الساحات والمواقف وتاجيرها من ضعاف النفوس حتى اصبحت محافظه حولي بلا تعديات. والحديث راح يكون بعد عن عودة الطلبة في جامعة الكويت بعد زمن كورونا، والحديث عن عودة الدراسة النظامية في كلية الآداب وكلية التربية في جامعة الكويت. طبعا راح يكون معنا لهم تواجد في برنامج بعد السادسة. أيضا الحديث عن التنمية والمشاريع وتطويرها مع جهاز متابعة الأداء الحكومي في رؤية كويت جديدة لها نصيب شبه يومي في برنامج بعد السادسة. اليوم حلقتنا دسمة، وراح ننتقل معكم مع نصائح مهمة مع الرائد عمار الصراف من إدارة مباحث الجرائم الإلكترونية، ونصائح وإرشادات تهم كل واحد فينا. إذن نبدأ بآخر إحصائية لوزارة الصحة في رصد عدد الإصابات في الكويت لكوفيد 19. القطاع البريدي في الكويت من القطاعات التي يضرب وجوده في عمق التاريخ الكويتي، وفي عام 1958 افتتح أول مكتب بريد وطني وصدرت طوابع تحمل صورة المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح طيب الله ثراه. وامتداد لهذا التاريخ، فإن وزارة المواصلات تعمل من أجل تطوير هذا القطاع المهم حتى يكون منسجما مع تطور الحياة في خدمات البريد في العالم حديثا، وأيضا حديثنا عن البريد في وزارة المواصلات وتطويره، ولكن بعد شوي. باسمك عزيزي المشاهد ارحب سيد خالد القصبه الوكيل المساعد لقطاع البريد بالتكليف في وزاره المواصلات، حياك الله معنا ابو فهد، وشكرا على قبول هذه الدعوه في هذا البرنامج. الله يحييك اخوي عيد وشكركم والاستضافه الطيبه. ابرك سعاد. نتكلم في البدايه عن الخدمات اللي يقدمها قطاع البريد. طبعا قطاع البريد هو من القطاعات العامله في دوله الكويت، ويقدم عده خدمات. طبعا من اهم الخدمات اللي يقدمها قطاع البريد هي خدمه البريد الممتاز، وخدمه الطرود، وخدمه البريد المسجل،
وهذه طبعا خدمات يعني هي تعنى في السرعه، سواء كان في البريد الممتاز اللي يعنى في اسرع خدمه الخدمات تقدمها قطاع البريد، ومن ثم الطرود البريديه، ومن ثم البريد المسجل. نعم، نحن الان نعيش حاله التحول الرقمي والتطوير في الحياه والتطور في الاليات والتطور في جميع مجالات الحياه. كيف يواكب هذا القطاع التطور الحالي؟ طبعا تطور فيما يتعلق في الرقمنه اليوم قطاع البريد له دور طبعا في هذا المجال. في السابق كان قطاع البريد يعنى في الخدمات الرسائل الورقيه. نعم. اليوم مع تطور الحياه والتسارع التكنولوجي اليوم والتجاره الالكترونيه، اصبح اليوم التراسل ما اصبح نفس السابق بالنسبه للرسائل الورقيه. اصبح عندنا احنا التجاره الالكترونيه فيما يتعلق في الشحنات، العينات، البضاعه التجاريه. فاليوم قطاع البريد واكب هذا التطور من خلال المساهمه في نقل تلك الخدمات المعنيه في التجاره الالكترونيه من والى دوله الكويت والعالم. طبعا وهذا ايضا ينعكس على دول العالم كذلك. يعني اليوم دور قطاع البريد اليوم دور حيوي ودور فاعل. فاليوم اتوقع ما في بيت الا ما يخلى من الطلب على شحنه تجاريه، سواء كان من داخل دوله الكويت او من خارج. فاحنا اليوم نقوم بدور التوصيل والناقل لهذه الرساله او البضاعه من والى دوله الكويت. نعم، ولا ننسى ايام صندوق البريد ولا زالت موجوده؟ موجود الصندوق طبعا، الصندوق البريدي هو جزء من الخدمات تقدم وزاره المواصلات قطاع البريد. وهذا الصندوق يعني ايضا له لحد الحين يعني له طلب وله جمهوره الخاص، ولكن طبعا قل الطلب عليه بالنسبه لنا احنا مثل ما تفضلنا مثل ما قلنا قبل قليل، انه انتقلنا من الورق الى الخدمات التجاريه. والتكنولوجيا والتحول الرقمي اثر طبعا اكيد هذا اثر على الخدمات. نعم. الرقميه. انا ودي اعرف ايضا حجم الخدمات البريديه من الصادر والوارد الى دوله الكويت. طبعا احنا كنا نتكلم طبعا قبل جائحه كورونا كان الوضع يختلف عن الوضع الحالي. احنا نتكلم تقريبا حوالي نتعامل مع 25 ألف ماده بريديه في اليوم. ما بين محلي وخارجي. حلو. هذا بالنسبه حق البريد الوارد، اما في الصادر طبعا نتكلم عن 10% من بريد الصادر. دوله الكويت مستقبله وليس مرسله. يعني اليوم احنا نستقبل ما يقارب مثل ما قلت قبل قليل 25 ألف رساله في اليوم. في اليوم الواحد. 1000 رساله. ويتم توزيع على الخدمات، سواء كان خدمه البريد الممتاز او الطرود او المسجل او الرسائل العاديه. ففي طلب كبير، ونامل ان شاء الله مع عوده الحياه الحين انه راح يكون يرتفع مره ثانيه الطلب الى يصل الى 50 و60 ألف رساله. نعم، عشنا ولا زلنا نعيش هذه الازمه، ازمه كوفيد 19 صار. نعم. تقريبا 20 شهر، عسى الله يرفع هذا الوباء وهذا البلاء. اكيد تاثر البريد في جائحه كورونا على الخدمات اللي تقدمونها. طبعا قطاع البريد حاله حال القطاعات والجهات الحكوميه في الدوله، وتقريبا حاله حال العالم كله. احنا طبعا جائحه كورونا لها اثر كبير بالنسبه لنا احنا طبعا كبريد، لان احنا اليوم تعلق خدمتها في الناقل الجوي. فاليوم تاثير جائحه كورونا على الناقل الجوي سبب لنا طبعا قصور وخلل في عمليه التوصيل والاستلام. يعني مع توقف الناقل الجوي وقف كل شيء؟ طبعا احنا لان احنا الشريان الاساسي لنا خدمات هي الناقل الجوي. صحيح. فتقريبا احنا وصلنا لغايه 2/1/2021 لما كان عندنا طبعا خدمه الاستلام والتسليم بالنسبه حق الصادر الوارد بالنسبه حق الجوي. ولكن من بعد تاريخ 1/2/2021 بدانا تعود الحياه معنا بالنسبه لنا فتره شيء بشيء، واليوم وصلنا تقريبا الى حوالي 40%، ونامل ان شاء الله خلال الفتره القادمه تعود الحياه مثل ما كانت بالنسبه لنا كبريد، سواء كان في الصادر والوارد، لان نعتمد على الناقل، والناقل تاثر حاله حال القطاعات الاخرى في عمليه في جائحه كورونا، في ضجه كورونا، وما صار تاثيرها طبعا منعكس تاثيرها على خدمات اخرى. نعم، يعني افهم من كلامك ان مع الاسبوع الماضي مع عوده الحياه الى طبيعتها وايضا عوده الطاقه التشغيليه بالكامل لمطار الكويت، الان العمليه اكبر بالنسبه لكم وفيها تحديات اكثر. طبعا احنا مثل ما قلت لك اخوي عيد، احنا نتاثر في بالناقل. احنا بالنسبه للناقل هو المصدر، هو المورد لنا بالنسبه لنا. فاكيد كل ما تم فتح مطارات وتم انتهاء عمليه الاغلاق طبعا راح يكون له اثر علينا احنا ايجابي في استقبال العدد الاكبر، وراح نصل الى الطاقه التشغيليه الكامله باذن الله خلال فتره قريبه ان شاء الله. اكيد هناك رؤيه او خطه خاصه فيكم لتطوير قطاع وخدمات البريد في الكويت، رؤيه مستقبليه لهذا الجانب خاصه مع التحولات والتغيرات الحاليه في العالم. طبعا توجيهات من معالي وزير الاشغال العامه ووزير الدوله شؤون الاتصالات والمعلومات دكتور رنا الفارس
ووكيل وزارة المواصلات المهندس هول الشاب تم وضع خطة استراتيجية حق لتحول قطاع البريد وتطويره من خلال خطة قصيرة الأجل تعنى في التطوير الحالي للخدمات المقدمة، وراح تكون على تقريبا حوالي سنتين، وخطة طويلة الأجل اللي هي راح تكون من خلال هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص في الدخول في شراكة مع القطاع الخاص بما يخدم يعني تطوير خدمات البلدية بشكل شامل وكامل، بحيث أن راح نقدم خدمات إضافية، خدمات تراعي الجمهور، خدمات تواكب تطور في القطاع البريد. نعم، هذه الشراكة مع القطاع الخاص وهذا التعاون لأهداف معينة؟ طبعا أكيد، اليوم القطاع الخاص له دور في 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 مشاركة أو في مساعدة القطاع العام في تحسين خدمات تطويرها، وهو شريك أساسي بالنسبة لنا. طبعا احنا حاليا احنا في عندنا علاقة مع القطاع الخاص بالنسبة حق خدمة النقل والتوزيع البريدي، وأيضا في خدمة المناولة، فراح يكون لها دور إن شاء الله في المستقبل ودور فعال بإذن الله. نعم، هل هناك أيضا رؤية لتوصيل البريد إلى المنازل والمؤسسات مقابل رسوم رمزية؟ هل هناك أفكار في هذا الجانب؟ والله إحنا حاليا إحنا كنا في السابق كنا نوصل للمنازل، كان عندنا توزيع لغاية المنازل، وخلال جائحة كورونا طبعا وقفنا عملية التوزيع حرصا على ديمومة الشرطة الصحية وسلامتها، ولكن احنا الحين من خلال خطه قصيره الاجل راح يكون فيها خدمه التوصيل والتوزيع والاستلام من والى المنازل ان شاء الله، وهم هذا راح يكون دور القطاع الخاص دور في عمليه التسليم والاستلام والتوصيل. نعم، انا ايضا ودي اتطرق الى الكادر البشري والكادر. نعم. الوظيفي عندكم هناك ايضا الان مع عوده الحياه هناك جانب التدريب وتطوير المهارات في اليه معينه لعمليه صقل مهاراتهم ومواهبهم ايضا؟ طبعا احنا نحرص في قطاع البريد او بشكل عام وزاره المواصلات على تدريب الموظفين العاملين في الوزاره وقطاع البريد الاخص، طبعا على النظم الاليه الجديده احنا عندنا. احنا اليوم احنا مرتبطين في اتحاد البريد العالمي، هو اتحاد يضم في عضويته 192 دوله، والاتحاد ينشئ لنا كل فتره نظم اليه جديده، فبالتالي عندنا موظفين لازم يكونوا بين فتره وفتره يعني يكون لهم تدريب على هذه النظم المواكبة. نعم، بحيث ان احنا هذه النظم لتسهيل اجراءات وتسريعها في ما بين دول اعضاء الاتحاد. يعني هناك تنسيق مع دول الخليج ودول الخارجيه اول باول في قطاعكم؟ نعم، احنا عندنا لجنه دائمه في دول مجلس التعاون، لجنه تعنى في البريد، ولجنه طبعا هذه لها اعضائها المستمرين في دول مجلس التعاون، ايضا عندنا لجنه عربيه دائمه للبريد ايضا كذلك، والمظله الاكبر هي الاتحاد البريد العالمي. نعم، التحديات اللي مريتوا فيها واللي بتمرون فيها، وانا دائما اقول يعني هذه الصعوبات هي قفزات للنجاح والتقدم والتطور، اكيد هناك تحديات دائما بتواجهكم في هذا القطاع بالتحديد. والله احنا التحديات طبعا احنا كنا قطاع بريدي، كنا نعنى في التوصيل والاستلام والتسليم، اكيد هي التحول التكنولوجي هو بالنسبه لنا عامل تحدي كبير. اليوم انت مطلوب منك انك تعمل عمليه تسريع في اجراءاتك، في تسهيل اجراءات، في اسرع فيها. فالتحول التكنولوجي بالنسبه لنا يشكل عائق كبير بالنسبه لنا في مجاراته، يعني اليوم احنا قدر الامكان نقدر نجاري، ولكن قاعدين نتجه في التحول التكنولوجي بحيث ان نقدر نجاري التطور السريع، خصوصا فيما يتعلق في اليوم واحنا عندنا الخدمات البديله المقدمه ان شاء الله. الله يعطيكم الصحه والعافيه. الله يعافيك، شكرا مره ثانيه على قبولك هذه الدعوه ابو فهد في برنامجه. شاكر اخوي، شاكر اخوي، شكرا. كل الشكر والتقدير للسيد خالد القصبه الوكيل المساعد لقطاع البريد بتكليف وزاره المواصلات على ما تفضل في فاصل ونواصل ان شاء الله. ننتقل معكم لموضوع عودة الحياة في جامعة الكويت بعد عودة الحياة والدراسة النظامية، وكيف يتعامل الأساتذة مع المحاضرات وشلون انعكس التعليم الإلكتروني على حياتهم.
ورحب بطلبة وطالبات جامعة الكويت وبالأخص طلبة كلية الآداب في العودة الحضورية. هناك ما يقارب 59 شعبة حضورية في كلية الآداب ذات طبيعة خاصة، بينما بقية المحاضرات راح تكون عن بعد بسبب طبعا الكثافة الطلابية والاشتراطات الصحية. لكن تأكدوا أن احنا نسعى بكل ما أوتينا، ونتمنى طبعا نعود إلى بشكل كامل إلى الدراسة الحضورية لنلتقي طلبتنا وطالباتنا في محارب العلوم المختلفة. كان لدينا في جامعة الكويت مشكلة كيف نحافظ على جودة التعليم وكيف نحافظ أيضا على آلية التقديم. نعم احنا وصلنا إلى مرحلة استطعنا أن نوصل المعلومة إلى الطالب أينما كان، في بيتي، في أي مكان كان، والأستاذ. لكن كان واجهنا أنا ذاك مشكلة في آلية التقديم الاختبارات كيف نطورها، وبالفعل وجدنا هذا الآن، والآن نجح عملية التعليم عن بعد. الآن مع عودة الحياة بما يقارب الآن سنة ونصف من بدء الجائحة، الآن جامعة الكويت بدأت تنبض بالحياة برجوع الطلبة وأساتذة الكلية إلى مقاعد دراسة والتلاقي وفي في في محارب العلوم المختلفة. أكيد أنه التعليم الإلكتروني طور من آلياتنا، ووجد أيضا طلاب متعلمين على استخدام التكنولوجيا الحديثة في إيصال الواجبات والأبحاث غيرها من إلى ذلك، وأيضا استغلال الاختبارات الإلكترونية حتى وإن كان في داخل الكلية. أنا أعتقد بالنسبة لي أنا شخصيا كأستاذ في جامعة الكويت لن أعود للتعليم الورقي، ولكن سوف أحاول أن أركز على الاختبارات الإلكترونية. الاختبارات الإلكترونية تحل الكثير من المشاكل، الآلية سهلة في التصليح، سهلة في التعامل مع الطلبة، وبشكل واضح الطالب يكون واضح بهذا الأمر، لا مجال للخطأ بهذا الأمر. أتمنى للجميع التوفيق والسداد. بداية نهني طلابنا وطالباتنا بالعام الدراسي الجديد. جربنا تجربة جميلة وهي تجربة الأونلاين، وإحنا نسميه التعلم عن بعد عبر الإنترنت. هذه التجربة كانت جميلة بتحدياتها وبفرصها، يعني هي كانت تشمل فرص وكانت تشمل تحديات. استغلينا الفرص وواجهنا التحديات. ما في شك أن العودة والمقارنة مع بين هذا المود، احنا نسميه مود اوف ليرنينج اللي هو المجال الدراسي، وبين المجال الآخر اللي هو التعلم وجها لوجه، هناك اختلافات وتحديات مختلفة وفرص مختلفة. وتعلمنا وتعايشنا مع أمور ثقافية اجتماعية مختلفة لما تختلف عليك البيئة التعلم، بدل ما تكون بيئة مؤسسية، بيئة جامعية، إلى بيئة منزلية مثلا. فهذه الخبرات ولدت عندنا بناء ذاتي بأن نتحلى بالمرونة ونتحلى بالتقبل الظروف والتعايش مع الظروف المختلفة، وهذا بذاته نجاح لبناء الإنسان. عودة الطلبة للجامعة هو تحدي جديد للشباب الكويتي، خاصة بعد انقطاع الدراسة لأكثر من سنة وثمانية شهور، وبإذن الله إن شاء الله سيكون عام دراسي جديد وآمن. أما الآن راح يكون الحديث عن تنظيم الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات ومؤتمر التكامل والمعيارية في التطبيقات الحكومية. رغم الجائحة وخطر كورونا، تحدينا الواقع ودعمنا التحول الرقمي في الكويت عبر الملتقى التكنولوجي الأول في يونيو لعام 2020، واليوم نخطو معكم الخطوة الثانية.
في الفترة من الأول وحتى 7 نوفمبر. حياكم الله من أجل كويت رقمية. رحب معكم في بعد السادسة بالمهندس ناصر بدر العيدان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات. هلا وسهلا فيك معنا. الله يسلمك، مساكم الله بالخير ومشكورين على هذا الاستضافة، وإن شاء الله نقدر نقدم شيء يفيد البلد من خلال هذا اللقاء وهذا المؤتمر إن شاء الله. احنا ودنا نتعرف في البداية على الأهداف اللي تطلعون لها من خلال مؤتمر التكامل والمعيارية في التطبيقات الحكومية. نعم، في البداية أنا أحب أشكر الدكتورة رنا الفارس على رعايتها ودعمها لهذا المؤتمر. معالي وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجرد ما وصلت لها الفكرة دفعتنا دفع وتبنت هذه الفكرة، والحمد لله الفكرة يعني شافت النور، وراح ننظم هذا المؤتمر خلال هذا الأسبوع. هذا المؤتمر يحتوي على 3 محاور رئيسية. المحور الأول هو دمج التطبيقات المختلفة اللي قاعد تطلعها أو طلعتها الجهات الحكومية خلال أزمة كورونا. المحور الثاني هو الحفاظ على بيانات المواطنين ودعم الأمن السيبراني اللي هو تحدي عالمي كبير. المحور الثالث هو تقييم الشركات المشغلة والقطاع الخاص والتحديات والفرص اللي راح يواجهونهم لما يقومون بتشغيل هذه التطبيقات. وبالنسبة للي جاء في المؤتمر بالتزامن مع طرح وتقديم بعض التطبيقات الإلكترونية اللي هي الحكومية ومنها يعني تطبيق سهل. صحيح، المؤتمر فكرته كانت للأمانة قبل تطبيق سهل، لكن ما شاء الله يعني وزارة تكنولوجيا الاتصالات والحكومة بادرت في تقديم تطبيق سهل، وهو نفس موضوع المؤتمر ويخدم عليه، وإن شاء الله نقدم يعني أوجه استفادة تدعم هذا التطبيق. وعندنا بعد أيضا المؤتمر يعني سيعرض إن شاء الله توجه الكويت الإلكتروني. يعني إحنا ما شاء الله مثل ما حضرتك ذكرت أن توجه إلكتروني ورقمي كبير نحو رؤى كويت جديدة، يعني خلينا نتكلم عن هذا الموضوع، هذا التوجه. في الحقيقة الكويت قاعد تقفز قفزات كبيرة في قضية الحكومة الإلكترونية، حتى في يعني تقييمها والمؤشر العالمي للحكومة الإلكترونية زادت 7% مجرد 2 سنين، إضافة إلى الميزانية الكبيرة اللي قاعد تدفعها خصوصا في مجال الأمن السيبراني، تعدت الميزانية 100 مليون دينار، وأيضا الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. لذلك فالتحديات كبيرة، لكن في توجه عام وثقافة نتمنى أنها تتحول إلى وعي مجتمعي ووعي رسمي لتبني التحول الرقمي. كيف انعكس المؤتمر على هذا التوجه الإلكتروني؟ المؤتمر يخدم على هذا التوجه بل ويفيده ويزيده. من أهم رسائل جمعيتنا هي نشر الوعي والثقافة، وهذا المؤتمر هو لنشر التوعية المجتمعية وتبني التحول الرقمي في جميع مجالات الحياة. ودي بعد نتعرف على يعني مثل ما حضرتك في البداية ذكرت عن الأمن السيبراني، وكيف ترى التوجه العام في حفظ الأمن السيبراني في الكويت تحديدا؟ للأمانة الهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها قطاع كبير وعندها المشروع الوطني للأمن السيبراني، تخطو خطوات جبارة في هذا المجال. احنا اليوم الكويت متبنية الايزو 27001، وايضا كثير من المشاريع القادمة لخدمة الامن السيبراني. طبعا الامن السيبراني يخدم على مختلف المجالات الشخصية، الشركات، المالية، لذلك هو تحدي كبير، وان شاء الله احنا قد التحدي. ان شاء الله يا رب يعني بجهودكم اكيد تكونون قدها باذن الله. ويعني نبي نعرف هل رصدتم الاوضاع الالكترونية اللي كانت خلال فترة الجائحة، وهل سيتم عرضها من خلال مؤتمر التكامل والمعيارية في التطبيقات الحكومية؟ طبعا مثل ما أنت عارفة أن هذا المؤتمر هو المؤتمر الثاني. في المؤتمر الأول ناقشنا مختلف المجالات اللي خدم عليها التحول الرقمي خلال أزمة كورونا، وما هذا المؤتمر إلا تكملة لهذا الجهد، وبإذن الله كل ما يوضح المؤتمر هو في سلسلة دعم الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي. هل احنا ان شاء الله في دولة الكويت راح نكون يعني نعيش هذا التحول الرقمي بكل امورنا يعني في الدولة؟ انا حقيقة معجب بتوجهات الحكومة وانجازاتها في هذا المجال، خصوصا لما شفنا ازمة كورونا، والحين الوعي في المجتمع قاعد يزيد للتحول الرقمي والتحول الى الحكومة الالكترونية. لذلك انا جدا متفائل، وقريبا ان شاء الله نوصل الى حكومة الكترونية 100%. ان شاء الله، ان شاء الله في القادم ان شاء الله في رؤى كويت جديدة أيضا. وطبعا أكيد حابة أعرف أيضا عن المؤتمر ويعني المحتوى، اللي حاب أيضا تعطينا تفاصيل.
تفاصيله. المؤتمر يعني يستمر لمدة 3 أيام، يتناول محاور 3. المحور الأول هو دمج التطبيقات، المحور الثاني هو الأمن السيبراني، المحور الثالث هي التحديات والفرص والمعايير للقطاع الخاص وللمشغلين لهذه التطبيقات، باستضافة نخبة من عدة جهات حكومية ومن القطاع الخاص. يعني أمانة جهودكم إن شاء الله تكون يعني مستمرة، وإن شاء الله دائما نشوف الكويت في أحسن حالاتها في كل قطاعاتها، ولربما في تخصصكم وفي مجالكم. أكيد كل الشكر باسمي وباسم فريق العمل في البرنامج، أكيد كل الشكر والتقدير للمهندس ناصر بدر العيدان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات. ونتمنى أن إن شاء الله يحقق مؤتمر التكامل والمعيارية في التطبيقات الحكومية النجاح الكبير اللي يطلع على الجميع. شكرا لك وجودك معنا. شكرا لكم مرة ثانية لهذا الاستضافة. شكرا. الداخلية تخصص هواتف للشكاوي والبلاغات، الإدارة العامة للرقابة والتفتيش تخصص رقم 25200334 لتلقي الملاحظات والشكاوي، وهي اللي تختص بالرقابة على الانضباط العام والمحافظة على سمعة الشرطة ومراقبة آليات وأجهزة ومعدات الخاصة بالوزارة وتلقي الشكاوي من الجمهور وإحالتها لجهات الاختصاص. حماية حقوق الطفل على رقم 25632140 للإبلاغ عن أي أضرار أو ممارسات غير أخلاقية أو غير قانونية ضد الأطفال، حيث يعرف الطفل بأن كل من هو دون 18 عاماً. 1880888 رقم الهاتف مخصص للإدارة العامة لخفر السواحل، وهي إدارة تختص بحماية وحراسة السواحل والجزر والمنشآت والموانئ النفطية، والقيام بأعمال الإسعاف والإنقاذ البحري للأرواح والممتلكات داخل المياه الإقليمية، إضافة إلى منع عمليات التهريب والتسلل البحري. شرطة البيئة من خلال رقم الهاتف 900044439، وهي إدارة مختصة في تعزيز الأمن البيئي بالتعاون مع الجهات ذات الصلة ومتابعة انتهاكات البيئة. ومن خلال رقم الهاتف 972-83939 فإن الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية تتلقى الملاحظات والشكاوي، حيث تهتم الإدارة بإنقاذ الضحايا من أفراد وشركات عبر طرق التصيد الإلكتروني والاحتيال أو البرامج الضارة من قرصنة مستخدمي التكنولوجيا. 99324092 هو رقم الإدارة العامة للمرور، حيث يتم الاستقبال عبر خدمة الواتساب للاستفسارات والاقتراحات والشكاوي والبلاغات عن الحالة المرورية على مدار الساعة لخدمة الجميع. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خصصت رقم 1884141 لتلقي الشكاوي والاستفسارات والبلاغات بسرية تامة، حيث تختص في جميع الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والخمور. تخصيص رقم 25582555 وخطي الهواتف 972882000 و972882111 في الإدارة العامة لشؤون الإقامة للرد على الشكاوي والملاحظات، حيث تعمل الإدارة على تنظيم والإشراف على عملية دخول وخروج وخدمة المقيمين والأجانب الزوار في الكويت. متواصلين معكم في هذا البرنامج، ونكون مع فقرة الأمن السيبراني مع الرائد عمار الصرفي، والحديث عن أمن المعلومات والحقوق التي لك والواجبات التي عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم الرائد عمار حميد الصراف، رئيس قسم المساعدات الفنية بالإنابة بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية. الجريمة الأكثر تعرضاً لنا في دولة الكويت هي جريمة الاختراق أو ما يسمى في الدخول الغير مشروع، وأقصد بذلك هو أن الشخص يكون على غفلة، قام في على سبيل المثال ضغط على رابط معين تحت مسمى وهمي، كعلى سبيل المثال سجل الآن لتسديد القروض أو لتأجيل القروض، وضغط على هذا اللينك وقام بإدخال بعض البيانات الخاصة فيه ودون علمه.
هذه الوسيلة أو هذه الوسائل دائما يستخدمها المخترقين للدخول والاستيلاء على بياناتك الشخصية. وبالتالي أكثر تطبيق شاهدناه عندنا هو تطبيق السناب شات، وفيما يخص أخواتنا المواطنات والمقيمات أكثر شيء يتعرضون له هو اختراق السناب شات. لماذا ذلك؟ لأن في السناب شات من المعروف أن يتم حفظ صور شخصية في بعض الأحيان، أو صور تكون في وضع غير طبيعي أو غير الظاهر بشكل عام. فبالتالي المخترقين دائما يطمحون لاختراق هذه الفئة والاستيلاء على الصور الشخصية، وبالتالي بدء عملية الابتزاز أو خلق حسابات أخرى ونشر هذه الصور الشخصية. فبالتالي احنا نصيحتنا لكم أن عدم الضغط على هذه الروابط الوهمية. هناك عدة روابط بأشكال مختلفة، في بعض الأحيان تكون شكلها كشكل رابط لفلتر على سبيل المثال، وفي بعض الأحيان تكون رابط لتصويت لمسابقة. ودائما الروابط هذه تجينا من أعز أصدقائنا أو من الأصدقاء الموجودين في لستة السناب شات الخاصة فينا. ليش؟ لأن في بعض الأحيان تكون الصديقة نفسها مخترقة من قبل الهاكر. فبالتالي مو شرط إذا الشخص نفسه ما ضغط على رابط أو ما حط الكلمة السرية الخاصة فيه أن يتم التعرض للاختراق. لا، الاختراق يكون عن طريق قدوم شخص آخر متواجد عندي في القائمة، وبالتالي يقوم بإرسالي رابط وأنا ما أكون على قول أو أكون واثق فيه، وبالتالي أضغط الرابط وأتعرض لعملية الاختراق. الاختراق دائما ما يكون في نفس اللحظة، الاختراق يكون في الفترة اللي تكون غير مستخدم للتطبيق السناب شات. على سبيل المثال فترة الفير، تنام تقوم ثاني يوم الصبح تلقى سنابك ضايع. والمصيبة اللي بعدها أننا لما نسأل نقول شنو هو الإيميل أدرس، شنو هو رقم التليفون المربوط في السناب، يقولون والله احنا ما نعرفه، مو رابطين في أي حساب. شركة سناب شات بالأخص تقول أن إذا كنت ما تعرف عنوان البريد الإلكتروني فبالتالي لا يمكن استرجاع الحساب. في بعض الأحيان الشخص يقوم بخلق حسابات باسم مغاير عن اسمه الشخصي، ويتم الاستيلاء على صوره ونشره في كل مكان أو اختراق هذا الحساب. فبالتالي يصعب علينا مخاطبة شركة لاسترجاع الحساب، بحيث أن الاسم والصورة تكون مغايرة عن الاسم الفعلي لهذا الشخص. وبالتالي وصيحتنا لكم هو أن الصور هذه أو الصور الشخصية يتم احتفاظ فيها في أماكن خاصة، لا يتم نشرها في كل مكان، وخصوصا فيما يخص الأعراس، فيما يخص اللبس، السهرات المسائية. كل هذه الثياب ما يمكن أن يتم نشرها أو وضعها حتى وإن كان للأصدقاء المقربين. فبالتالي من الممكن في بعض الأحيان أن يتم التقاط هذه الصورة ونشرها بشكل غير مرغوب فيه. وكذلك من المهم هو الربط حساب السناب شات بشيئين مهمين، ليس فقط رقم الهاتف، وإنما رقم الهاتف وكذلك عنوان البريد الإلكتروني أو ما يسمى بالإيميل أدرس. من المهم جدا أن نؤمن هذا الحساب. إن كان هناك رغبة شديدة في حفظ الصور، من الإمكان أن يتم التوجه إلى حفظ الصور هذه في خاصية تسمى My Eyes Only أو خاصية قفل الصور، وهذه هي عبارة عن كود يتم وضعه من قبل المستخدم نفسه. فبالتالي من الممكن أن تحفظ هذه الصور الشخصية جدا في هذا المكان دون أن يطلع عليه أي شخص آخر، أو في حال تعرضك للاختراق فهذه الصورة ستكون محفوظة ولم يتم المخترق نفسه لن يستطيع الدخول إلى هذه الصور. فبالتالي شنو وسيلة الثانية اللي راح يسويها؟ هو أن يدخل عليكم من حساب ثاني باسم سناب شات تيم، ينتحل صفة سناب شات نفسها ويطلب هذا الكود، يقول لك لإرجاع حسابك عطنا الكود السري هذا علشان احنا نقدر نرجع لك الحساب. وهذه كلها أمور وهمية تتعلق في النصب والاحتيال، يجب الحذر منها والتواصل دائما بشكل مباشر مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية حتى يمكننا تقديم المساعدة اللازمة لكم. نشر المعلومات المغلوطة كذلك من هذه الحسابات يضعك تحت المساءلة القانونية. لا تساهم في نشر الإشاعات، لا تقوم بتصوير بصور شخصية جدا في مواقع التواصل الاجتماعي والحفظها في تطبيق الصور، ووضع خاصية قفل أو الحماية للصور الشخصية للحفاظ على خصوصيتك وسريتك.
أما الآن سننتقل إلى محافظة حولي والحديث عن استغلال ضعاف النفوس في تأجير المواقف والمظلات من خلال تسوير الأماكن وتحكيم إغلاقها. ولكن بلدية محافظة حولي نظمت حملة كبيرة حتى أصبحت حولي بلا تعديات. سنكون مع رئيس قسم الإزالة المهندس عايض القحطاني. العامة تبين لنا استغلال بعض حراس العمارات وبعض ضعف النفوس إلى المظلات والساحات استغلال تجاري بتأجيرها على الوافدين. فقام قسم الإزالة بتوجيه انذارات، وبعد توجيه الانذارات نقوم بإزالة تنظيف الساحة العامة كاملة، لأن اسمها ساحة عامة للمواطنين والوافدين جميعا. رصدنا بعض الشكاوي من بعض الوافدين اللي تعرضوا لأذى، يعني تعذب سياراتهم منهم بعض الحراس. فاكتشفنا عن طريقهم انهم قاعدين يستغلونها، يعني تكون المظلات موجوده، فالحارس تبدا استغلال ساحه من 30 الى غايه 60 دينار في الشهر. في حاله عدم دفع الوافد هذا المبلغ الى حارس العماره يضعون سلاسل لها بالقفل، فاذا رضى يعني اذا دفع يفتح له يخليه يصفط، واذا ما دفع له لا ما يفتح له. وللاسف بدات هذه تنتقل الى رصدنا تنتقل الى المساحات العامه، مثل الاسواق المجمعات التجاريه والمستشفيات في الساحات المقاربه لها، يضعون سلاسل ياخذون دينار دينارين على الامور هذه. فازلنا جميع المواقف هذه نهائيا. انا لدي 3 نوبات في المركز، فكل نوبه اسلمها قطع معينه، النوبه تنتهي من القطع تخبرني. في فريق اسمه فريق المسح، حتى لا يعني يطوف شيء على موظفينا، فيقول فريق المسح هذا يصف في جميع الإزالات ويعطيني تقرير أن تمت إزالة جميع المتعديات على الساحات العامة. إزالاتنا في منطقة حولي 768 تعدي، يتراوح بين مظلات وبين حجز مواقف وبين بناء مخازن. للأسف وجدنا مخازن. طريقة آليتنا بإزالة وضع انذار وإعطاء المخالف فرصة للاستفادة من هذه المظلة كبيع أو نقلها لمكان آخر. نحن لا نرجو إزالة، فقط نزيل عندما نحس أن الموضوع اضطرنا للإزالة. ولكن نحن يعني مو هدفنا الإزالات، هدفنا تطبيق القانون. لدينا عدة طرق، اللي هي أول شيء الإنذار الأول، الإنذار الثاني، بعدين نبدأ بالإزالة، نأخذ الإذن من مدير الفرع أو رئيس القطاع بالإزالة. حياكم الله. وإلى المشاريع والإنجازات اللي رصدها جهاز متابعة الأداء الحكومي في مجلس الوزراء المليء بالتفاؤل والمستقبل الواعد إن شاء الله والمشرق بالتطور. إشراقة جديدة، مشاريع الكويت المستقبلية، مشروع طريق للنويصيب، تطوير طرق بطول 45 كيلومتر، نسبة الإنجاز الفعلية 76.65% حتى مايو 2021، إنشاء 9 تقاطعات متعددة الطوابق، إنشاء 4 جسور عبور للجمال، أعمال المياه والصرف الصحي، شبكة الهاتف، إنارة الطرق، زراعات تجميلية وأعمال أخرى. مشروع توسعة مستشفى العدام، نسبة الإنجاز الفعلية 64.7% حتى مايو 2021، يشمل 637 سرير، مبنى الأمومة والطفولة، مبنى الإدارة العامة ومواقف السيارات، مبنى الجراحات، مبنى المخازن الاستراتيجية، مبنى العلاج الطبيعي، ومبنيين مواقف للسيارات.
قبل الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي. نسبة الإنجاز الفعلية 50.39% حتى مايو 2021 بسعة 25 مليون راكب سنويا. إشراقة جديدة، جهاز متابعة الأداء الحكومي. وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نلقاكم على خير إن شاء الله. باكر شكرا للمتابعة. الخير ومحب اجتماعنا معكم في هذا البرنامج. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.